رجال سلة النادي الأهلي الحقيقة قدموا أداء أكتر من رائع. إيهاب أمين لاعب الفريق فاز لوحده بجائزتي أفضل لاعب وأفضل جناح في البطولة، ده طبعا بعد ما قدم مستوى مميز جدا الحقيقة مش بس في مباراة الفاينل ولكن على مدى مشوار البطولة بالكامل، ليتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة العربية وأفضل جناح، ده طبعا بعد ما كان هو بيقود رجال سلة النادي الأهلي للتتويج بهذه البطولة. طبعا الفريق كله مش هو بس لوحده، أكيد الفريق كله والجهاز الفني كمان كلهم الحقيقة قدموا أداء أكتر من ممتاز. وتعالوا نشوف يعني مجموعة لقاءات حصلت فيما بعد ختام البطولة والفرحة العارمة بالتتويج. اتفضل. أهلاوي أنا النهارده اللعيبه كانت رجاله وكل الماتشات زي ما انت قلت، يعني احنا طول الماتشات جايين نكسب، يعني مش جايين نلعب ماتشات، لا احنا جايين نكسب بطوله. وكل لعيبه بصراحه الحمد لله كانت رجاله وفضلت رجاله لغايه اخر لقطه. النهارده كنا تعبانين وكل الناس تحملت على نفسها جدا 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 وقدرنا الحمد لله ان احنا نكسب. يعني بطوله القاهره دي كانت استعداد، عايزين نقول استعداد للبطوله العربيه، كنا جايين مركزين ان احنا جايين نكسب بطوله، جايين كلنا دافع وكلنا، لان دي زي ما انت قلت دي اول بطوله عربيه تدخل في تاريخ النادي، وقدرنا ان احنا بالجيل ده قدرنا ان احنا ناخدها. ولسه يعني انا شايف ان السنه دي موضوع مختلف تماما، لسه في ثلاث بطولات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحسم الثلاثه. ربنا يعني يكلل مجهودنا بخير الحمد لله بمكسب البطوله. تعبنا قوي البطوله دي، كانت في لعبنا اقوى ثلاث فرق في البطوله من دور الثمانيه، بيروت والاتحاد والكويت، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده وقدرنا نكسب البطوله الحمد لله. الاتحاد فريق كبير حامل اللقب مرتين، عندهم خبرات كبيره، هم لعبوا هم جايين من معسكر صربيا، كانوا فورمتهم كويسه، بس الحمد لله قدرنا نلعبهم صح جدا. كوتش اوغست جهزنا نفسيا كويس جدا وفنيا كويس جدا، كنا نازلين حافظينهم، قدرنا نعمل مباراه كبيره. كلنا كنا كويسين، مش الشوطه بتاعتي بس ولا كل الفريق بيضحي يعني بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يظهر بمظهر كويس. دفاعنا اتحسن جدا، في حاجات كتير قوي اتغيرت، وان شاء الله يعني بنوعد جماهيرنا احنا الفتره الجايه ان شاء الله نظهر بمظهر احسن، وان شاء الله نقدر نفرحهم السنه دي بمكسب بطولات ان شاء الله. Very happy for this trophy, for having the opportunity to get this trophy for Ali. I know it's a trophy that has been waited for long. First time we win it after many years reaching the finals. And many years without even reaching the finals, so it's a great honor for me as a coach and for all the players to get this championship for Ali and for Ali fans. جوستي بوش بيقول قد ايه هو سعيد ومبسوط طبعا تتويجه باللقب البطوله النهارده بعد طبعا يعني محاولات كتير للنادي الاهلي ان هو طبعا وصل للمباراه النهائيه اكتر من اربع مرات، والنهارده كانت المره الخامسه، ولكن قدر الحمد لله النادي الاهلي ان هو يتخطى ده ويفوز ويتوج بلقب البطوله العربيه. سعيد جدا طبعا ان هو قدرنا بعد كل السنين دي ان احنا نفوز بالبطوله النهارده، وشايف ان هو فخر كبير جدا ليه ان هو يفوز بالبطوله النهارده. We are trying to build a new roster with a new coach, and at the beginning of the season every win gives you confidence, gives you some trust in the work that you're doing, and of course this win with all the effort that the players did is a reflex of the work we're doing daily and give us support. فوز في كل مباراة بيدينا ثقة أكبر وبيدينا حافز أكبر إن إحنا نفوز أكتر وأكتر بجميع المباريات وجميع البطولات. الحمد لله على المكسب طبعا أول حاجة، وبنهديه للجمهور الأهلي طبعا، جمهور النادي الأهلي العظيم، وإن شاء الله بنوعدهم يعني دي البداية إن شاء الله السنة دي، وده دي الروح ودي يعني اللعب اللي إن شاء الله هنكمل عليه السنة دي، وإن شاء الله دي أول بطولة ولسه بقية السنة لسه إن شاء الله. الحمد لله يعني بحاول أقدر طبعا يعني بحاول أعمل اللي أقدر أعمله طبعا عشان أساعد الفرقة، وطبعا الفرقه بتساعدني عشان تخلي شكلي كويس ويعني يلعبوني، فالحمد لله يعني ان شاء الله نكمل على المستوى ده ان شاء الله.